بسم الله الرحمن الرحيم. جمع المذكر السالم وما يلحق به. ولكن قبل أن نتطرق إلى شرح ملحقات جمع المذكر السالم، لابد أن نعرف ما هو جمع المذكر السالم، وهو اسم مفرد زيدت إليه واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب. مثال: محمد فاهم، المحمدون فاهمون. أضيفت الواو ونون إلى كل من المبتدأ وخبره، فأصبحت المحمدون فاهمون. ملحقات جمع المذكر السالم: كما نرى في الشكل، يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه الألفاظ الآتية: كلمة أهلون، وهي جمع كلمة أهل، كلمة سنون، وهي جمع كلمة سنة وليس جمع كلمة سن، ألو بمعنى أصحاب، ومفردها ذو. ألفاظ العقود: 20 إلى 90، بنون، سنين، عالمون بفتح اللام. تعامل هذه الألفاظ الملحقة بجمع المذكر معاملته في إعرابه، فتكون علامة رفعها الواو في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر، وعند الإضافة تحذف نونها، مثل بنو مصر، وأصلها هو بنون مصر. السؤال في امتحان آخر العام: يأتي السؤال في امتحان آخر العام عن طريق استخراج كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم من القطعة. مثال: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، كلمة العالمين ملحقة بجمع المذكر السالم. إلى هنا ينتهي درسنا. نفهم، نتعلم ببساطة.